السلام عليكم. زوج جوليا من حسابي على التيك توك يطلب خونا يطلب ويترجى في المتابعين أنهم يدخلوا عنده ويشتركوا في حسابه على التيك توك، وقال لهم هذا التيك توك ديالي في التعليق يعني في التعليق تحت، هذا هو التيك توك ديالي، يعني عليكم وألح عليهم بالدخول عنده يعني بإلحاح. قالها قدام المرأة، الناس تنهال عليه بالتعاليق، يعني الناس اللي تبعه في التيك توك تبعه في الانستغرام تنهال عليه بالتعاليق، ندمته في طلبه وإلحاحه في هذا بعض التعليقات، وهذه بعض التعليقات اللي انهالت على حسابه، يعني الناس ما رحموش كما احنا نقولوا في التعليق. اذا كاين تعليق واحد قال له منين الدراهم، على من عندك الدراهم عليه تحوص على التيك توك يطلع لك به تخلص عليه. والله هذا صرت عنده كلامه يعني صح، لانه يصور مع مرتو ويقول انا لاباس وعندي دراهم، وينعت في السيارات ديالو، وينعت في الدار ديالو وفي لابيسين والدنيا، يعني تقول انسان ولد رجل اعمال كبير، ولا هو رجل اعمال كبير. اذا هذا التعليق تاعو عنده الصح، مادام انت عندك التيك توك، مادام عندك الدراهم علاه تحوص على التيك توك، علاه تطلع في التيك توك، ما تحوش على التيك توك خلاص، اللي عندهم الدراهم يروحوا ما يديروا لا صفحه في التيك توك لا انستغرام. نزيدوا نروحوا لتعليق اخر، واحد قال له اللي يديروك الابوني بون، هذا كتب له كلمه غير اخلاقيه ما نقدرش نقولها، يعني باه تشوفوا الانسان وين يوصل روحه سبحان الله، تيولوا يطيحوا لك يعني، ولا يقولوا في كلام غير اخلاقي. المهم هذا ما نقدرش نقول الكلمه اللي قالها. تعليق اخر قال دوك انت كي نابوني وعندك واش من الفايده، هذا يطرح سؤال، كي نابوني وعندك واش من الفايده، كي انت كي مرتك تنشر في الافات الاجتماعيه ونشر العداوة ونشر عقوق الوالدين، يأبوني عندك غير المخلوع كما مرتك، حول ولا قوة إلا بالله، هذه تقتل. هي تاع عقوق الوالدين صح، والله مهما دار لك والديك ما تعقش والديك مهما دار. كاين اللي قال له هذا بغى يشيع ولا كيفاه، الاستنتاج من هذا التعليق أنه السيد بيه مرتو كل شي اللي حكاوه كذب. بون خلينا نروحوا لتعليق اخر، قال صاحب التعليق انا بانت لي الحكايه مؤلفه، باه يطلعوا المتابعين في التيك توك والانستغرام، وتفاهمتوا على راس نكاح. اذا انا بين قوسين نقول لك انه نكاح بكل احتراماتي ما خسر والو، نكاح واش خسر، ما عنده ما خسر، الشعب هو اللي صدق كلش. نواصلوا هذا التعليق نفسه، يعني هذا اللي قال على هضر على نكاح، زاد قال له المهم نص ابوني ما كانش، يعني ما نزيدش ما نابونيش عندك، نص ابوني ما كانش ما نابونيش عندك، قطعوا لي يس، انت راك شارف ومرتك مازالها غريانه يعني صغيره، غريانه يعني هذا اللفظ يقولوا اهل تاع الغرب الجزائري يقولوا غريانه يعني صغيره، اربح ربي ورجعها لماليها تشوفهم. هذا كلام مليح ما شاء الله عليه، على هذا التعليق هذا، يعني عندك الصح، اربح ربي وطيب لها قلبها، خليها ترجع لوالديها وتعيط لوالديها مهما كانوا والدين. وكاين بعض التعاليق اللي طلبوا له الهدايه، الله يهدينا ويهديه ان شاء الله. في الاخير ظهر كلش اللي قالوا لا اساس له من الصحه، على حساب يعني ما استنتجنا من التعاليق، تما بالك هذيك الحكايه صح مؤلفه ومفبركه، وغرضهم هو الشيعه والبوس من نهار الاول يطلعوا صفحتهم، يعني من نهار الاول الغرض تاعهم انهم يطلعوا صفحتهم تاع الانستغرام والتيك توك. والسلام عليكم.